قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة. على جانب آخر، حققت وزارة الأوقاف مبلغ 6 ملايين جنيه في مبيعات صكوك الأضاحي في عامه الخامس. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، أطلعنا على ما لديك. بعد مساء الخير عمرو، متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف. لكن عمرو، قبل أن نبدأ في الموضوعين الذي تحدثت بهم الآن، دعني أقول لك أنه في تصريح لمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة 3/7 الذي يتوافق اليوم، أكد معالي الوزير أن 30/6 و3/7 يعد من أيامنا الوطنية التي غيرت مجرى تاريخ المنطقة في العصر الحديث، فهي ثورة شعب ورؤية قائد، واستردنا الدين والوطن من سطو العملاء والمأجورين والمتاجرين بالدين، وأعادت ثورة 30/6 الخطاب الديني إلى مصارعه الصحيح، وأن الاحتفاء بهذه الأيام يعد تعزيزا لروح الولاء والانتماء الوطني. بالعودة إلى الموضوعين الذي سألت بهم عمرو الآن، دعني بداية، بعد غلق مسجد الحسين قررت وزارة الأوقاف غلقه بسبب خروقات لبعض المصلين، نتطلع أكثر إلى إذا كانت هناك أي خروقات أو أي ملاحظات تمت على مستوى الجمهورية من الدكتور صبري غياتي مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف. دكتور صبري غياتي، هل هناك تم أي ملاحظات على مستوى الجمهورية في مساجد الجمهورية كافة من بعض الملاحظات من خلال المصلين أثناء دخولهم المساجد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحب أرحب بحضرتك أستاذ وليد وأرحب بالسادة المشاهدين. طبعا قرار إعادة فتح المساجد كان قرار يشمله أو يحتوي على كثير من التحدي، لكن في الحقيقة أستاذ وليد كان نجاح القرار ده ونجاح إعادة فتح المساجد يعتمد على عاملين أساسيين. العامل الأولاني يا أستاذ وليد يتصل بوزارة الأوقاف بدءا من معالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مرورا بالعاملين وقيادات الديوان وخاصة القيادات الدينية، ثم وصولا إلى المسجد وعمام المسجد وعامل المسجد. ده العامل الأول. العامل الثاني كان يعتمد على ثقافة الناس ووعي الناس بخطورة هذه المرحلة والتزامهم الكامل بضوابط الفتح. في العامل الأول، وزارة الأوقاف بذلت كل ما تستطيع من جهد على مدار الأيام الماضية وعلى مدار الساعة، متابعة مستمرة ومتابعة على مدار الساعة للمساجد في كل مكان من إسكندرية ومن شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر إلى الوادي الجديد وأسوان، متابعة مستمرة على مدار الساعة، ولم نلاحظ أي خروقات من الناس إلى الآن، خلا الشيء البسيط اللي حصل سيدنا الحسين وتم الغلق على الفور. الشيء الثاني، أن وزارة الأوقاف قبل عملية الفتح والإنجاح عملية الفتح قامت بضخ كمية كبيرة جدا من المطهرات والمنظفات والمعقمات للمديريات الإقليمية كلها، فكان يوم الخميس الماضي ويوم الجمعة الماضي شهدت وزارة الأوقاف ومساجد وزارة الأوقاف حملة منقطعة النظير حول في التنظيف والتعقيم والتطهير وما إلى ذلك، استعدادا للفرحة الكبرى واستعدادا لإعادة فتح المساجد. الناس يا أستاذ وليد كانت متشوقة جدا، وده العامل التاني اللي احنا رهننا عليه، وعي الشعب المصري. الشعب المصري أظهر وعيا منقطع النظير في هذه القضية. بصراحة كل إنسان ملتزم بالكمامة، ملتزم بالمصلية بتاعته، السجادة بتاعته الشخصية، ملتزم بالتباعد الاجتماعي، ملتزم بكل شيء بكل الضوابط، كان فيه التزام كامل، نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. طيب، كل الشكر لك دكتور صبري غياتي مدير عام شؤون القرآن الكريم. وإذا عمرو، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف للمصلين أثناء دخولهم المساجد. أما عن صكوك الأضاحي عمرو، فدعنا نقترب من هذا المشروع أكثر مع الدكتور محمد أبو ستير مدير عام شؤون التكليفات والمختص بمشروع صكوك الأضاحي. دكتور محمد أبو ستير، ماذا عن جديد مشروع صكوك الأضاحي للعام الخامس على التوالي، وكيف يحصل أي شخص على الصك من وزارة الأوقاف؟
بفضل الله يا استاذ عمرو، احنا منذ انطلق المشروع في منتصف شهر 6 الماضي بفضل الله تعالى قدرنا نحصل لحد الان 6 مليون جنيه في حصيله مبيعات صكوك الاضاحي، وتقدر او يقدر المواطن الحصول على الصك من خلال الصكوك المتواجده في فروع البنوك المختلفه ومن خلال ادارات الاوقاف المختلفه والمساجد او عن طريق زياره موقع وزاره الاوقاف اوقاف اونلاين والبوابه الالكترونيه والتسجيل على الموقع، ويصل المندوب اليه في خلال 24 ساعه من تاريخ التسجيل. تمام، كل الشكر لك دكتور محمد ابو سيد مدير عام متابعه التكليفات بوزاره الاوقاف. اذا زميلي عمرو، كانت هذه هي نبذه مباشره من وزاره الاوقاف حول ضوابط فتح المساجد ودخول المصلين والتزامهم بالاجراءات الاحترازيه، كذلك مشروع صكوك الاضاحي الذي ياتي للعام الخامس على التوالي من وزاره الاوقاف. اليكم مراسل اخبار مصر وليد هيكل، شكرا جزيلا لك ولضيفيك الكريمين.